الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قدمنا هذا اليوم الخميس بزيارة إلى متحف بلغازي، وذلك للبنت نورة الله يجزيها خير. هي وزوجها قاموا بهذا المتحف الجميل، والصراحة شيء يبهر. فقد زرنا اليوم هذه حق الدلو اللي يطلع الموية، كان زمان ما في مواطير، وهذه للإبل، شمايل للإبل، حديرة يقول لها حديرة، وهذه نفسها حديرة، وعندك هذه للجمل، خدامة حق الجمل، هذا علشان لا يأكل الإنسان. فهذه من التراث القديم الذي شبعوا على آبائنا والأولين، وهذا للحب وللمقاضي زمان، وهذه صحفة صغيرة، وهذا حب، وهذا حب صغير، و هذه يطحنوا عليها الأكل. طبعا الخشبة هذه خشبة السجن، كان يدخلون إذا في ناس متطالبين عند الشيخ يدخلونه وتسجنهم هنا حتى يصلحون، مربطين بالخشبة، وإذا صلحوا فكروا. وهذه الدلة، والأولين قهوة الأولين، والفانوس طبعا ما في، كان هذا في جديد هذا الفانوس، لكن كان أول السراج على الزيت، وطبعا السراج موجود. قد ما قصروا للمتحف والله جابوه، وان الصراحه ان هذا شيء نادر يحصل السراج هذا، كان يحطون زيت وقطن ولا في نور الا منه. وهذا معلاج سبحان الله يعلقون به الحاجات، وهذا للعيش يهرسون به العيش، اول زمان ما في خلاطات الا من هذا، وهذه للسمن. فالصراحه شيء يبهر، نسأل الله أن يوفقهم. والعملات لا تنسى، هذه العملات من كل العملات، فنسأل الله التوفيق لهم وأن يدعمهم الذي يحب التراث، أن يقوم بدعم هذا المتحف، لأن والله المتحف هذا يشرف الجميع. وحفظ الفرش الأولى الجلد والمزباء والشكوى هذه اللي يجون بها، وكان أول ما فيه، وهذا حق الغرب كان يسقون منه، أما هذا فهو حق القويعة، اللي يعرف القويعة طبعا نادر ما يعرفون القويعة، هذه تبني في البلاد في المزارع. فنسأل الله لكم التوفيق، وإن شاء الله إن الله يفتح لكم أبواب الرزق على هذه المتحف، وأن يعينكم على حفظ التاريخ، وتحياتي لكم.